اللي بعده ميادة الحناوي وأصالة، تحط اللاف لمين فيهم؟ حط الأصالة. هقول لك ليه؟ ليه؟ أصالة فيها إنسانة طيبة جوه، بس العنف اللي في دماغها هو اللي غالب، إنما هي من جوا طفلة وجوا مطربة وما زالت مطربة. أديني بكلم أهو، هتلاقي تاني يوم مكتوب حاجة تانية. لا لا لا، ليه؟ لا لا، إحنا بنعيش في زمن غريب الشكل. هيكون مكتوب إيه مثلا؟ يو أنت بتكرهني، أول جملة. مين اللي يقول لك كده، أصالة ولا ميادة؟ يعني سين من ال أنت بتكرهني. طب جالك منين؟ لا أنا بتكلم عن فلانة أكتر. طب مين غنت ألحانك منهم بصوت كان قريب لقلبك أكتر؟ الاتنين. لأن أنا ما بديش أغنية لأي حد يغني أي كلام. ميادة قالت حلو وأصالة قالت أحلى. خلاص ندي الأصالة اللوف.